بنرحب بحضراتكم واول فقره حواريه معانا. قبل الفاصل كنا بنتكلم ان احنا هيبقى معانا رياضه مختلفه هي جايه لنا من البرازيل، هي اسمها رياضه الكابويرا، من اقوى الالعاب المفروض القتاليه اللي بتعتمد على الركلات، وبتعتبر كمان ركله الكابويرا دي يعني زي ما هم بيقولوا اقوى ضربات الالعاب القتاليه. الكابويرا من الالعاب الحديثه بمصر والوطن العربي، وبيجد فيها الكبار زي ما بيقولوا متعه في ان هم يمارسوها وكمان يشاهدوها. وعايز اقول لحضراتكم كمان معلومه صغيره جدا خدتها من ضيفنا قبل الهوا، هو بيقول لي الرياضه دي من رياضات يعني دفاع عن النفس، بس عشان تمارسها لازم كمان تعرف ازاي تغني. ميكس غريب هنفهم اكتر مع كابتن سليمان مدرب رياضه الكابويرا. صباح الخير. صباح الفل. موضوع كبير قوي شكله جدا. منورنا وسعداء بوجود حضرتك معانا. وايه بقى التفصيله الغريبه اللي قالتها نهوان دي؟ التفصيله هي يمكن غريبه شويه، بس هي جايه من نشاه الكابويرا كتاريخ. الكابويرا نشات اثناء الاحتلال البرتغالي للبرازيل، واثناء لما كانوا بيخطفوا العبيد الافارقه من افريقيا للامريكتين، فكانوا بيشتغلوا العبيد الافارقه في المزارع مع الاقطاعيين والكلام ده، فكانوا منعينهم من ممارسه اي رياضه. فالعبيد قرروا ان هم يقوموا بثوره، بس هم ممنوعين ممارسه الرياضه، فمش عارفين يدافعوا عن نفسهم. كان مسموح لهم بحاجه واحده بس، ان هم يعملوا الفولكلور دانس بتاعهم بعد العشاء على طول كل يوم. فخبوا جوه الفولكلور دانس كيكس، ضربات رجلين وسقطات. فبقى لما الاقطاعيين بيشوفوهم ضمن الحركات الراقصه يعني بالظبط، بقى فلما حضرتك تشوفه من بعيد بيتهيألك ان هو بيرقص، بس هو في الحقيقه بيتمرن وبيلعب فايت. ومن هنا جت حته ان رياضه الكابويرا عشان تبقى كابوريستا، ان انت لاعب كابويرا لازم بتعزف اربع الات موسيقيه، بتغني، بتعمل موفمنت اكروباتيك موفمنت زي الجمباز، يعني فيها فلكسبيليتي عاليه جدا بلس الفايت. فهم الاربع حاجات دول جزء لا يتجزا من الكابويرا، واللي بيحصل له دروب في حاجه فيهم ما يبقاش بيلعب كابويرا. رياضه شيقه جدا على جدا. انا شخصيا اول مره اسمع عنها الحقيقه جدا. يعني بس ممكن حد يعني يقول لك يعني ايه ادافع عن نفسي واغني صح؟ اللي بيغني مش اللي بيلعب، اللي بيغني هي الكابويرا تكوينها تبقى حاجه اسمها رودا سيركل فايت، دايره. الدايره دي بتتكون من الناس، يعني اللعيبه كلهم بيوقفوا دايره، في حاجه اسمها باتيريه، الباتيريه اللي هم الاسترومنت اللي بيعزفوا الالات الموسيقيه الاوركسترا يعني، دول اللي بيغنوا، وبيغنوا حاجات للكابويرا وللرياضه مش للحب. هم بيغنوا اغاني بتديك حماس وانت بتلعب كفايت، مش اغاني عن الحب. لكن الفايت نفسها بتبقى فايت بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه، ولا برضو بتبقى في ضمن اطار راقص نسبيا، او حركات تبدو راقصه؟ حركات تبدو راقصه. اوكي. و في جواها بيبدا الفايت. الفايت بيبقى بتاعنا طبعا الركلات بتاعتنا قويه جدا، بس احنا فينا برضو ميزه لطيفه جدا عن بقيه الفنون القتاليه، ان احنا مش بنضرب ضربات وانت تصد، لا احنا بنسكيب. السكيب عندنا اسمه سكيفا، يعني ازاي ان انا لما بتديني الكيك انا مش بصدها، ودي ميزه لطيفه قوي، لانك في اي لعبه لما بتصد بتتوجع على فكره طبعا، وبعد كده بتاخد كيك بتوجع، فبيبقى الوجع مضاعف. يعني ما بتلمسوش بعض يا كابتن سليمان ولا ايه؟ لا 90% يعني انت بتهربي من الضربه وبتطلعي بتعملي كيك ثانيه، فده بيعلي سرعه رد الفعل. لكن لو ما عرفتش تهرب الضربه بتتحسب نقطه ضدك لصالح اللي ضربها يعني. طبعا. وهي اصلا المين بتاعها ان انا اخليك تلوز يور بالانس، ازاي ان انا اخليك تفقد توازنك وتقع على الارض. لما بتقع على الارض الجيم بينتهي. تمام. فهي رغم ان هي حركات، فيها حركات استعراضيه وفيها اكروباتيك، بس المين بتاعها ان انا اوقعك.